الكويت المتصدر يبحث عن التعافي من هزيمته الوحيدة هذا الموسم، والعربي الجريح يأمل في تأكيد استفاقته، وهو الذي جمع 9 من نقاطه 11 في الجولات الخمس الأخيرة. منذ البداية أنقذت العارضة العربي من التأخر سريعا في النتيجة. حكم المباراة لم ينتبه لركلة جزاء للكويت، لكن مدافع العرب انتبه لإنقاذ فريقه ليتواصل السيناريو، فريق يهاجم وفريق يقاوم من أجل الصمود. صمود العربي دام 35 دقيقة، وبعدها ودون صعوبة افتتح جمعة سعيد التسجيل للكويت. فيصل انطلاقة سريعة جهة اليمين والمحاولة بيمر فيها بها فيصل، كرة خطرة لصالح نادي الكويت، جمعة بعد من جول، جول جول لصالح نادي الكويت في الدقيقة 35. الهجمة المعاكسة السريعة هي سلاح الكويت الضارب، والسوري حميد ميدو أضاع الأولى، لكنه أحسن استغلال الثانية مع نهاية الشوط الأول. ويفاجئ الجميع نقلة الآن ومحاولة لكنها مقطوعة إلى حميد ميدو لصالح نادي الكويت. كرة اللعبها فيصل بيستقبلها وبيتابع مع حميد ميدو، كرة ما فيها شيء، كرة خطرة بحطها بالجول، خطرة بالجول، الله حميد ميدو، هدفان دون مقابل. وعودة اللعب لا تعلن جديدا إلا بعض المحاولات العربوية التي لم تعرف طريق النجاح ليعزز الكويت صدارته بالفوز التاسع، بينما تكبد العرب الهزيمة من جديد بعد انتصارين وثلاثة تعادلات. حمد قردبو، صدى الملاعب.